والصفه ديالك؟ السلام عليكم، معكم عز الدين الرحالي من مدينه فاس من مواليد 1989. بالنسبه لهذا التجارين هذا على نزار راه كنشوفوا لا علاقه، فهمتيني؟ بنادم كيشوف بنادم مقاري ما حتى شي حاجه، كيدخل كيبقى كيتفرج كيبقاو يربحوا لي زابوني، هذا تزوج هذا تطلق هذا كذا. انت اصلا بالنسبه لي انت ماشي راجل، كون كنت كنقولها ونعاودها، لو كانت صوفيا الطالوني راجل كون قلتي انت راجل، حيت انت ماشي راجل، اللي ولدك وربك ماشي راجل، ولا علاقه لك نهائيا بالرجوله. وبالنسبه للمغاربه اللي تابعينك تما حمق، اقسم لك بالله، اللي بغى يتزوج يتزوج، اللي بغى يطلق يطلق، حياتهم هذيك بغى يتزوج ولا يطلقوا ولا يلوحوا راسهم، فهمتيني؟ المغاربه الحرار كيشوفوا شي حاجه، فهمتي؟ بحال دابا شي حاجه اللي عندها علاقه داكشي الثقافه كذا، ماشي بقاو تابعين بنادم لا علاقه. وبالنسبه للملولي كنقول لك الملولي عاوتاني انت لا علاقه، حيت كنتي ولد فاس بور دوريجين ولد فاس، وما ديرش هذا الحماق هذا، فهمتيني؟ بالنسبه انت حمق، وخصك خصك تمشي برشي اصلا. انت راك مشيتي لكازا سير قلت مع برشي راه باش تداوي راسك شويه، راك انت زعزع ماشي والو، ماشي نورمال والله. شنو الرساله اللي تخلي لندى حسي؟ ندى حسي انت راك لا علاقه، مريضه، فهمتيني؟ شنو نقول لك؟ واحد المصطلح ما عرفت شنو نقول لك، انت هي مجرد بنت الشوارع، بنت الشوارع على غير. كان شي اتصال معاها دير معك شي كوبل ولا شي حاجه؟ انا شحال ولا تلقى فيا نهضر معاها باش تصاحب معايا، ما كنتصاحبش انا، فهمتيني؟ انا ما كنتصاحبش، سيرت من مصاحبه شحال هذه، قلت انت مازال حمقى سير قابك على شي حمق. حتى ذاك صاحبنا ذاك نزار حتى هو حمق، هرب للفريق يصلح لك، وزدتي كملتي له وشمتي له هنايا. يعني سابقا بغا دير معك علاقه رومانسيه؟ فايت الرومانسيه، علاقه غراميه، فهمتيني نزار؟ وقلبت على مرتك واتصلت بك؟ قلبت على الميرا ديالي من اليوتيوب، ما كما كتشوفوا الفنانه كيكونوا مشهورين وكذا، وهذه كيقلبوا على النوامر ديالهم، غادي كتعيط لي راه ما تديهاش فيك، قالوا 1000 وحده بحالك ما تديهاش فيها. وشنو الرساله اللي تخلي لخوني زار والطبع والمجموعه ديالو؟ خوني زار والمجموعه ديالو كلكم غير حماق، كلكم غير مساليين، لا كيشوف على اليوتيوب، فهمتيني؟ حتى اليوتيوب حماق جامع الحماق. يعني الرسالة توجه للشباب خلال هذا التتبع ديالهم في المواقع التواصل الاجتماعي؟ كنصح الشباب ما يبقاش يتفرجوا في هذه المواضيع التافهة لا علاقة، فهمتي؟ بنادم يشوف شي حاجة اللي يدبر بها الفلوس، شي حاجة اللي تعاونوا على ولاده، شي حاجة اللي فهمتي، مالك شي ديال لا علاقة، فهمتي؟ كنت سابقا بغيتي دير التحدي مع هشام الملولي؟ بغيت ندير سميتو باش ندير معاه التحدي، ولكن شفتو هذاك مول جوج درهم بزاف، صافي مابقاش باغي ندير معاه التحدي، واش غير جوج درهم بزاف وستربيس؟ عاد نمشي هنايا نضرب شي جعبان نطق نتلف له البولونات، هو كان فاس يولي دابا ما نعرف. يعني هذا التحدي اللي دار واش عطى واحد الشجاعه بالنسبه للشباب مدينة فاس ولا؟ بزدا راسو وبزدا وليدات فاس. بالنسبه لفاس ما تبقاش تجي، كنتي راجل ما تجيش فاس، بزديتي راسك وبزديتي هنا معاك وبزديتي المغاربه كلهم، وتحيه للمغاربه الحرار، وتحيه لمحمد السادس، وديما الرايه المغربيه، وديما فاس حكم العالم. داير شي جديد ان شاء الله؟ موجد شي جديد؟ الجديد راه كاين ديما، الجديد على مدار الشهر ديما الجديد كاين، وديما ترقبوا الجديد على القناه ديالي عز الدين الرحالي قاهر العديان، وتحياتي لكم.